ما يقبلوهاش التوبة ساح حكوا علينا واختونا خلينا نعيشوا رانا زويولة يحكوا على المخدرات ما تحبوش لعبة تستعمل مخدرات يتدخل فيها الكبارات المخدرات زودوا عليهم هزوهم لفقوهم مبركاش مازال خويا كي مراوح من الحبس عنده 20 عندي 10 ربيات كلهم صاحبي مشاكل وسرق منياش هذا من الدولة من العريبة كل لطف يا صاحبي لعينا بتونس لعينا بفلوس تونس تشوف حكايات راك الدوخ ما تسمى ما شفت شي راه صاحبي راه منسيين هنا في الملاسين ومقموعين هاك تشوف انت متظلمينها علينا معناها شوف الضو وانت برك حضرت ضو يرعش من قاد شباب هذا مريت تشوف فيهم الكل هذا يكور هذا يقرا هذا يكور كلها تكور معناها تحب تكور يا صاحبي رانا تنسينا لهنا ومهمشين والحاكم زيد هلكنا استترنا صاحب اي حاجه يجوا لهنا عملونا سور من غادي زيد نسونا ريت المره السور من هنا سكروا علينا منعوتين باسبوع هكاك كيف ما يقولوا اوكم يعملوا ملاسين ولاد عيار بقع هذه اسمها ولاد عيار صح ولاد عيار ما تهبطش الغادي وهي راسي قسما بالله عبيد لهنا تشوفها محلاها على الاخر ولا تضر كان ثم حاجة معناها باش يضر والعبد يضر في روحه ماوش يضر في حتى بشر يا اخي وبجا ربي كيف ما نقولوا نيديه لشكون هذي متكلف بالحكاية هذي يجي يشوفنا لهنية شباب رانا ضايعين صح الحاك اكثر حاجة الحاكم اليوم بارك فريت في البقعة هذي جماعة النجدة متاع الاكستيات هذيك ثم واحد وانا ريت الفيديو هذي باش تهبط وعارفها معناها باش يجوني للدار فيكس شدوه واحد لهنا قسما بالله شدوه لهنا يضربوا فيه تشوف الباب يضربوا فيه انت صاحبي عباره يضربوا فيه حيوان ما يتضربش الحيوان هكاك هزوهم دمدم كي هزوه ما عنده حد شاي هو كي هزوه ما عنده حد شاي ما يسيبوهوش علاش لخاطره مضروب لا لا فقولوا باش هايك دار كان عايت مازال خوك يمات امه مسكينه مراه كبيره ابوه مراه راجل كبير انا نحكي لك مازالوا كيزد مصاحبي على اخواتي هزوهم زوز ما عدنا 5 سنين ما تلميناش في السيفيل مع بعضنا قعدنا في الطاوله كيايا ما تلميناش زود عليهم هزوهم لفقوا لهم مبركاش مازال خويا كي مراه من الحبس عنده 20 يوم هزوه تصور معنا ريت انا كان جيت بيت انا في الدار الغادي يهزوه انا احكي لك صاحبي راني معرس وعندي زوز صغار واللطف ديما نهار كامل والحاكم يسال عليه واحد هو مش يعمل حتى شيء حبيت ندبر خدمه انا في الشانتي هذا اها مديت بطاقه تعريفي باش نخدم صح مديت بطاقه تعريفي باش نخدم ليش بيه هذا راهو كان في الحبس ما يخدم علي اللي كان في الحبس ما يتوبش اعمالك مش ما عملتش راني انا نحكي لك اعمالك وانا صغير خويا هلا غالب غلطه نتاع صغر يا بقي واحد باش يبقى يخلص فيها طول عمره لا يخدم بالله يخلوك تخدم بالحلال اللي زوك مش تعمل الحرام إيه ما تخدمنيش انت بالحلال شنو باش نعمل بشهر قول لي انت يا ما تخدمنيش انا بالحلال شنو باش نعمل ماني باش نسرق وباش نبيع المخدرات وباش تعاود ترجع للحبس يعني انت هما اللي زو فيك ترجع للحبس راه ما فهمشني انا نحب نرجع هم كيما تخدمنيش شنو باش نعمل صح يا خويا بجاه ربي يقولوا للحاكم يبعدنا رانا عباد رانا زويولة رانا تبنا شوف دي حتى الزبلة أبسط حاجة حاشيك حتى الزبلة ما يهزوهاش الريحة تكتب ناموس بلانا منطقة ناموس بنخلوك للديار شوف ناموس انتي الدوخ ولدي عامله مش موستيكير قريب انقارت سواكية في موستيكير باش ما يكلوش الناموس ملو سخت يا خويا بجاه ربي تلفتونا لهنا ولاد عيار ملاسين تلفتونا خدتك كي كمان عهد برقيبة قالهم هذيك البقعة هذيك عملوا لها سور خلاهم نور دموهم هذوكم انا مغاجر وهي مثلا ما شاي عبد زوية ولا لا غالب بيعت المخدرات قبل ومثافر والله يا ربي قسما بالله يمكن انظف من المنار البقعة هذي وكا من حي النصر وكا تحكي عليهم اكل بقايا عراقية تاو انظف من هك باش تعمل دور تريد تعمل دورة ما تلقى حتى وحدك بالزهر لقيتنا نحنا كي مازلنا سهرين شباب وزيد شوي زادة ريت لحديش لحديش إيجا كي تلقى بواحد يدور انتي عملت لا تلقى شكون يسكر تحت دار اللي عنده في حاجة قاعد في دار وريكش لا يضر في بشر يضر في روح ما يضر في حد شيء يضر في روح ترجع بالهام يرجع فيها ويستعمل في مخدرات يهوي يضر في روح ومش يضر في العبيه
يا اخوي انتم كلمه بتحكوا على المخدرات ما تحبوش لعبه تستعمل مخدرات يتدخل فيها الكبارات المخدرات اجا تو نحكي لك انا كيفاش يدخلوا فيها وكيفاش 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 شو يدخل فيها الكبارات يدخلوا فيها الكبارات يا اخي معناها انت الشادين الدوله انت معناها شكون زوالي باش يجي يجيب لك 10 كيلو كوكا من فرنسا ولا من ايطاليا يا عباد بتلوها بالغبر زعما حارة هيروين معناها هيروين بيه طب البقعة ذي منعوتة بالهيروين بالهيروين وبصوا بيتكس ولاد عيا شكوني دخل فيها تقول يا انا دخل فيها ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك الغابرة موجودة مخدرات الكل موجودة ماكلة مثلا شكوني دخل فيها الداخل فيها الدولة شو قلتلو دخلوا فيها الكبارات حارب بيردة كما يقولوا حارب بيردة اكتب المخدرات خليها نهار كامل هون بها مخدرات باش ما يشوفنيش انا نسرق وندبر في راسي ونتفتف ويات ندخل ولدي يولي نشد رئيس درشنية وندخل هذاك صاحبي وزير وندخل الكبارات صاحبي راه يضر في الزواوي الزواوي راه مدخلهم حتى شيء ويلي عايش قاعدي ريت تشوف فيها ذا الكل صاير راهو يسرقوا مريض مخدرات اللي يسرق شكون جاب له المخدرات باش يمرض بها جابتها له الدولة شناية أي حاجة رأي صاحبي من الاخر ما ثماش واحد زوالي دخل حاجة متاع مخدرات الزوالي طلع الزوالي شناية الزوالي يجيبوله ويشد بيه عمره تيعبه هو ما عنده ما يعمل وكيف ما نقوله قلت لك الخدمة بالأحليل سيئة واحد سيفية تنعت مشي الحبس ما عاش يحبوا يدخلوا يتخدم بالأحليل يولي بيع المخدرات باش يمشي هو الحبس باش هو يمشي الحبس أنا ومرتي وولدي تصرف علينا هم هم ينتري تايل جاء في 500 شهرية ولا 400 تصرف عليه من الاخر صح يعني انا عمري 25 سنة تاو تصرف علي هم هتندخل يدي يجيبي نجبد لك 20 ألف مازال كيما التالي يومي تاو تمشي نشري بها كوش ولدي وحليب ولدي هذا الكل بسبب الدولة صح تخلط انا صغير كلفو هيري صاحبي وانا ربتي قبل ربتي ايه ربتي ايه عندي 10 ربيات كلهم صاحبي مشاكل وسرق ما نكذبش عليكم نقول لك مشاكل وسرق سرقت وانا صغير وعملت مشاكل وعملت تصوروا انت في بالك عملت والسيد تو طب ما يقبلوهاش التوبه صح ريت كيما نقولوا ربي يقبل توبه الدوله هذه ولاعبيه ما يقبلوش التوبه جبتوا خدمه على السياسه شفتوا محطوطين هذا هم يبانهم بها ولاد حومتي الكل ولاد حومتي الكل انا قال لكم على الحوماني وين في الحومه وكريكس غادي نعس بحدا دارنا وين ما خلوكش التوبه ما خلوكش التوبه ما خدمتش معناها يرحم والديكم جاه ربي فكوا علينا وقتونا خلينا نعيشوا رانا زويوله يا اخويا انا احنا ثلاثة اخوات في الدار ثلاثة اولاد ثلاثة اولاد صاحبي تعرفت انا الاولاني كيف ما نقولوا شعر معناها ولي مشيت للحبس ولو يبعثوا في اخواتي باش ماتا في انا يبعثوا فيهم الحبس ساي عيلة شاتتوها كنا ثلاثة في الحبس امي مرا كبيرة معاقة عندها ظهرها معاوسة جينا ثلاثة زوز في المرنة جاية وواحد في المروج تصور انت كل جماعة تقبلها انتي منيش هذا من الدولة من العريبة كل لطف يا صاحبي حتى ويعبش حاسي له ريت هذا الكل والله يا ربي شباب مفلك تو تحب تعيش غير الله غالب يا اخوي سايبونا البحر سايبونا البحر خنحرق لعينا بتونس لعينا بفلوس تونس لعينا بعيش التونس يا اخوي ملينا منكم كرهناكم فدينا من هي ريت البلاد هذيا خلينا نمشوا نموتوا الغادي والله يا ربي نقعد 100 سنه في الحبس نتاع الاوروب ولا نقعد شويه تحت الارض المهم ما نقعدش لهنا من الاخر صاحبي قاعد انا نشوف في حل باش نهز مرتي وولدي ووف وانا ف مش عايش لهنا ومش بلاد هذه يا قيس سعيد برحمه والديك سيب الماء سيب البحر ومعاش ترجع حتى يا اخويا نمشي يا ودي مشنا مستعرفين بيكم مشنا مستعرفين بها تونس نكرهوها نحن سيبنا خلينا نمشوا علاش اولادي ما ناشنا اولادك يا ولدي ما ناشنا اولادك ما تقتلونيش في الماء ما تقتلونيش في الماء شفاف في الماء يا صاحبي يا راي ريت تشوف حتشوف حكايات تشوف حكايات راك تدوخ ما تسمى ما شفت شيء راه ثم حالات انا نسمى قدامهم الطياره على الاخر
ما زلت ما شفت شيء صاحبي قسما باللي. والدولة هذه يا قيس هاي مشنا ولادك وما حشناش بيك وما حشناش بتونس من الاخر.